للإنسان سواء عند المرأة ولا عند الراجل. فأنا عندي الصوت العادي ونقول صلاة بلين فوا بالفرنسية هي اللي تتهضر بها وهي اللي يمكن لك تغني بها. وكاين لا فوا دو تيت هي بحال دابا هي اللي بغيت نسمع انا هاد لا فوا دو تيت في ويتني هيوستن. لا فوا دو تيت عرفتك كتعجبك وان اوماج تكريم لويتني هيوستن الله يرحمها اللي عاد مات. الوغ غنفسر لك ونغني او ميم طون. يلا. If I should stay, I would only be in your way. هادشي اللي درت سي اون فوا بلين زوين بعد ابخي لا فوا دو تيت سي اند là il y a une voix de tête voix pleine voix de tête voix pleine et après l'opéra c'est pas une voix de mais si voix de tête l'opéra c'est بحال الفنانه الكبيره ماجدة رومي عندها امتياز زعما بالكوتي الاوبيرالي اغنيتها بيروت المعروفه في اخر الاغنيه يا C'est ça le côté opéral. شكرا بزاف. شكرا. دونك كنوصلوا للنهايه ديال البرنامج بهذه اللقطه الفنيه الرائعه اللي هداها لنا عابد لاول مره كنذكر اول مره كيكون على تلفزه مغربيه. شكرا بزاف عابد. شكرا لاستضافتكم وشكرا للمشاهدين شكرا للمدينة تي في وشكرا لكم كلكم. شكرا عبد ونتمنى ان شاء الله نشوفك تألق في بلادك وفي العرب وان شاء الله في امريكان وتهز الرايه المغربيه في العالم كامل على راسي وعيني. شكرا فريق مساء الخير.